وطبعا عشان نسوي التشبيك احنا نشتغل طبعا القطعة الاولى او الوحدة الاولى نشتغلها كاملة ونقفلها وننظفها وكل شيء. عشان نشتغل التشبيك نشتغل الوحدة الثانية اللي نبي نشبكها في القطعة الاولى من غير ما نسوي السطر الاخير. فحين شلون بنشبك اني بالوحدة الاولى هذه التشبيك وين بيكون عندنا؟ في هذه الجهة. او ممكن اللي حابين انه يشبكون بهذه الطريقة يعني انه يكون التشبيك بهذه الطريقة فبيصير هني في فراغات عودة، ممكن ان تخلون ايضا بعد قطعة او تخلونه فراغ، بيصير التشبيك من هني ومن هني، يعني بيكون في هذه يعني التشبيك بيكون من الثلاث غرز الحشو اللي هني. راح ارويكم شلون التشبيك من هني، راح ارويكم التشبيك الثاني اللي انا بسويه حق الوحدات اللي انا ابي اسويها. طبعا بشبك الحين بس هذه الجهه الاولى هني، برويكم شلون عشان لو تبون تشبكونها من هاي الجهه. وبعدها راح افل القطعه واسوي لكم التشبيك اللي انا ابي حق الوحده اللي انا بشتغلها. طبعا عقب ما خلصت السطر اللي قبله برتفع سلسله وبدخل في الزاويه وبسوي فيها حشو. بعدين بسوي هني اثنين حشو، واحد اثنين، بعدين برتفع واحد اثنين ثلاث، وادخل هني بقرزة حشو، بعدين اروح هني حشو، بعدين اسوي سلسلتين واسوي ثلاثة عمود بلفة، واحد اثنين بعدين ثلاثة واثنين سلسلة وبعدين حشو. بعدين انتقل حق الفراغ اللي وراه، حشو اسوي العمود الاول. طبعا هذه اللي بيكون في المنتصف اللي بيتلاقى مع هذه، اسوي العمود الاول بشكل عادي، ارجع اسوي العمود الثاني هاي واحد اثنين واسحب شوية واروح هني هاي واحد اثنين، ادخل يعني اترك العمود هاي الاول اروح حق العمود الثاني ادخل فيه واخذ الحلقة هذه واسحبها من خلال هذه العمود، بعدين ارجع اسوي العمود اللي وراه الثالث بعدين اسحب حلقة ادخل في العمود اللي وراه ايضا اسحب هذه الحلقة من خلال هذه العمود هاي الشكل، اسحب من خلال العمود الثالث اللي وراه بعدين ارجع اسوي العمود الرابع واروح حق العمود اللي وراهم اللي هو الرابع واسحب الحلقة من خلال العمود الرابع. بهاي الشكل. طبعا العمود الخامس هني ما بشتغل فيه شيء، فبمجرد بس بشتغل العمود الخامس هني بسوي ورا السلسلتين وبنزل في نفس الفراغ بسوي قرزة الحشو فيكون تشبك بهذه الشكل، فيكون تشبك بهذه الشكل. طبعا حتى لو بشبك في ذي الجهة وبشبك هني من ذي الجهة عشان يصيرون بشكل مربع مثلا، بيصير عندي بشبك بس من هني من هني، وبيصير هني بيكون في فراغ عود، تقدرون تسوون واحدة منهم بعد وتحطونها في النص، يكون بهاي الشكل التشبيك. بس انا التشبيك اللي بسويه لا ما في فراغات، فانا بغير هاي التشبيك بفله. طبعا بعد ما فكيت التشبيك الاول اللي كان في هذه الجهة، الحين بشتغل معاكم التشبيك اللي انا ابغيه حق الوحدة اللي انا مسويتها. فحين البتل الاولى بشتغلها بشكل عادي اللي هي هذه البتلات اللي هني فوق في الزوايا، بيكون البتلة الاولى اشتغلها بشكل عادي. الشغل بيصير من البتلة الثانية الحين، هني هاي الاولى وهذه الحين الثانية هي اللي بيصير فيها الشغل.
فبروح في الفراغ الثاني بشتغل البتل الثاني، بسوي أول شي حشو سلسلتين، بشتغل الخمسة أعمدة، 1 2 3 4 و5. حنشوفوا البتلة الخامسة، هذه العمود الخامس، بسحب الحلقة مالتي شوي بخليها طويلة، بروح حق هذه البتلة اللي في الوحدة الأولى الجاهزة، بعد 1 2 3 4 5 وبدخل في العمود الخامس وبسحب منه العمود الخامس اللي في الوحدة الثانية اللي بشبكها وياها، فأمرر هذه الحلقة من خلال العمود الخامس بهاي الشكل، بعدين أسوي السلسلتين وأنزل أسوي حشو في نفس الفراغ اللي سويت فيه الأعمدة بهاي الشكل. فبيكون معاي التشبيك هذه حق أول جزء من هذه الجهة بهاي الشكل. الحين اواصل اروح حق البتله اللي عقبها، لان بعد البتله اللي عقبها بيصير فيها تشبيك، بدخل بسوي قرزة حشو، برتفع سلسلتين، بسوي اول عمود، هما 3 اعمدة، فبسوي العمود الاول منهم وبشبكه هني مع اول عمود، هذه العمود الاول بدخل فيه وبشبكه وياه بهاي الشكل، باخذ وياه العمود الاول من الحلق من الوحدة الثانية، وبعدين بكمل العمودين الباقيين بشكل عادي، وبسوي السلسلتين وبنزل في نفس الفراغ قرزة الحشو، فصار عندي التشبيك بهذه الشكل. هاي بس التشبيك الجزء ذي، الحين نكمل بنسوي الحين التشبيك من هني، فبرتفع بطلع بثلاث سلاسل، 1 2 3، وبروح هني اول وثاني قرزة بتركهم، بروح في الثالثة وبسوي حشو، وفي الرابعة حشو، وبدخل في الزاوية بسوي حشو، وبعدها بروح في الوحدة الثانية باخذ لفة بهذا الشكل، بروح في الوحدة الاولى الجاهزة بدخل في الفراغ مال السلسلتين هني، بسوي فيه قرزة نص عمود، بعدين برجع مرة ثانية في نفس الفراغ وبسوي قرزة حشو، فبيصير انشبك معاي بهذه الطريقة، شايفين انشبك معاي بهاي الطريقة، هني نص عمود، بس النص عمود من هني اشتغلته هني. الحين اواصل وسويت حشو في الزاوية بعد الحشوة الثانية، الحين الحشوتين اللي ورا الزاوية بشتغل فيهم حشو مفرد في كل واحدة، هاي واحدة هاي ثنتين، بعدين برتفع 1 2 3، في الفراغ الأول بسوي حشو، في الفراغ الثاني بسوي البتلة اللي فيها حشو سلسلتين، بسوي 2 عمود، بسوي 3 أعمدة كامل، 1 2 3، العمود الثالث بسحب حلقة وبروح هني، بعد 1 2 3، في العمود الثالث بدخل وبسحب من الحلقة هذه مالت العمود اللي في الوحدة الثانية بهاي الشكل، بهذه الشكل، بعدين بشتغل السلسلتين وبنزل في نفس الفراغ وبسوي حشو، فانشبك انشبكت بتلة واحدة. الحين البتلة الثانية هني لاحظوا ان انا شبكت في ثالث يعني عمود، هني من اول عمود في الثلاث اعمدة من اول عمود هني شبكت، هني بعد ما خلصت 2 في الثالث شبكت، هني شبكت عقب ما اشتغلت الخمسة اعمدة، هني الحين بشتغل اول عمود بشبك بعدين بكمل الاعمدة الخمسة، بدخل هني بقرزة حشو في الفراغ الثاني، برتفع سلسلتين، بسوي العمود الأول من الخمسة أعمدة وبشبكه مع العمود الأول اللي في البتلة اللي في الوحدة الأولى بهذا الشكل، بعدين بكمل الأربعة الباقيين عشان أكمل الخمسة أعمدة، هاي 2 وهذه 3
وأربعة، ومع العمود اللي شبكته صاروا خمسة. بعدين أسوي سلسلتين وأنزل أسوي قرزة حشو في نفس الفراغ، فبيصير معي التشبيك من البتلتين هذي وهذي، بعدين من الزاوية هذي من الكسرة اللي هني يعني، بعدين من البتلتين هذي وهذي. في الجهة الثانية بيصير بعد التشبيك في هذي وهذي وهذي وهذي، وانتي مواصلة. يعني صار احنا هني وهني 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 وهني، لما بشبك هني واحدة بيصير التشبيك من هني وهني 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 وهني، وفي هذه الجهة بعد بيصير في البتلات. هني الحين اكمل وحدتي بشكل عادي نفس ما اشتغلت الوحدة الاولى بشكل عادي يعني. فبسوي البتلة الثالثة، برتفع سلسلتين، اسوي هني ثلاثة عمود، واحد اثنين ثلاثة، بعدين بسوي اثنين سلسلة وبرجع في نفس الفراغ وبسوي حشو، وثلاثة سلسلة، بعدين اترك اثنين حشو واروح في الثالثة. هنا اسوي اثنين حشو والزاوية حشو سلسلتين وحشو، الزاوية فقط لين ابي اشبكها اسويها حشو نص عمود في الوحدة اللي بشبك وياها، وبعدين حشو وارجع اكمل. لكن لما بكملها بهذه الطريقة اسويها حشو سلسلتين حشو، فبكمل وحدتي بشكل عادي، وبراويكم القطعتين مشبوكين مع بعض بشكل كامل شلون شكلهم. طبعا هذه الشكل هو اللي يطلع معانا بعد ما نخلص تشبيك الوحدات، يعني بعد ما خلصت الوحدة الثانية وشبكتهم مع بعض، هاي الشكل اللي يعطيني اياه التشبيك. تمام، وبالمرة نشوف ايضا شلون نشبك الزوايا. طبعا شوفوا هني عندي زاوية لان شبكت ثلاث، الرابعة اللي بشبكها وياهم نشوف شلون نشبكها في البتلات معاهم. طبعا البداية هني اول ما نشبكها في الوحدة الاولى اللي بنشبكها وياها، ونشبك هني بعد اللي بالنص عمود، وني حق لين بنشبكها مع الثلاث اللي قبلها. طبعا اشتغل عادي، بسوي الثلاث سلاسل هني، برتفع، بعدين هاي هني اسوي في الفراغ الاول الحشو. الحين بسوي الحشو وبرتفع سلسلتين، وبسوي اول شيء ثلاثة اعمدة، واحد اثنين ثلاث، والعمود الثالث هني بشبكه مع العمود الثالث من البتلات اللي في الوحدة الاولى، يعني واحد اثنين هني ثلاثة، ادخل الحلقة هذه واسحبها من خلال العمود الاول بهاي الشكل، بعدين اسوي السلسلتين، وبعدين اسوي في نفس الفراغ الحشو. الحين بروح حق الفراغ اللي وراه بسوي البتلة الثانية اللي بخمسة اعمدة، بسوي اول شي سلسل الحشو سلسلتين، بسوي العمود الاول، العمود الاول هني بشبكه مع اول عمود من اللي في البتل الخمس بتلات، الخمسة اعمدة اللي في البتلة الثانية، يعني هني هاي العمود الاول بدخل فيه وبسحب العمود الاول، بعدين بشتغل الحين الاربع اعمدة، واحد اثنين ثلاثة اربعة، وايضا هاي العمود الحين الخامس، هني شبكت العمود الاول والحين هني العمود الخامس. العمود الخامس بروح حق البتلة، مو اللي بتكون في مقابل البتلة، لا اللي يمها، وبشبكه في هني العمود الاول مشبوك، الثاني الثالث الرابع والخامس، بدخل فيه، بدخل هني في الخامس بشبكه مع هذا العمود الخامس اللي في الوحدة الثانية بهذا الشكل، وبعدين بسوي سلسلتين، واحد اثنين، وبدخل في نفس الفراغ بسوي الحشو.
هنا اروح حق البتل اللي وراها. تمام، اشتغل حشو وبعدين سلسلتين والعمود الاول، واشبكه هني في البتلة، في البتلة هذه في العمود الاول من الثلاث اعمدة بهاي الشكل، واسحبه من خلال العمود. بعدين ارجع اكمل العمودين الباقيين، هاي اثنين وهذه ثلاثة، وبعدين اسوي سلسلتين وحشو في نفس الفراغ، واكمل باقي الوحدة واشبكها بالطريق بنفس الطريقة اللي شبكت فيها باقي الأماكن اللي هني، بشبكها بالنص عمود والباقي بشبكه في البتلات. أكمل وياكم ونشوف شكل القطعة لما تكون مشبوك أربع وحدات. هني تشوفوا الزاوية شلون انشبكت، يعني هني الزوايا يعني اللي مكان اللي تلاقي فيه الأربعة وحدات ما في فراغ كبير، بس هذه الفراغ اللي موجود يعني فراغ صغير. اكمل الباقي ونشوف الاربع وحدات شلون ينشبكون، شلون شكلهم اذا انشبكوا مع بعض. وطبعا هذا الشكل اللي طلع بعد ما شبكت الاربع وحدات. طبعا مثل ما انتم شايفين هني مكان اللي تلاقي الاربع وحدات ما في فراغ كبير. في التشبيك اللي شرحته في الاول بيكون اذا تبقون يصير مربع كامل لازم تكون في خمس وحدات، لان هني بيكون في مساحة كبيرة بتكون مفتوحة. اما اذا تبون المفرش في مساحات كبيرة مفتوحة تقدرون تسوونها من غير ما تحطون الجزء اللي في الوسط. طبعا انا الحين بشوف هذه المفرش كم صار لي هني، تشوفوا صار معاي الحجم 10 سنتي تقريبا، لا لحظة، يعني 10.5 سنتي تقريبا. فأنا بكتفي إنه يكون الارتفاع مال اثنين بس وحدتين، وبكمل فيه الطول علشان أوصل للحجم المطلوب. فأكمل وأرجع لكم بالشكل النهائي حق المفرش. طبعا مثل ما أنتم شايفين هذا الشكل النهائي حق المفرش. أضفت له في الأطراف دناديش، يعني كل جهة فيها ثنتين، وزينته في كل مربع بغرزة السلسلة اللي تكون فوق بس في السطر الثاني، فطلع لي في النهاية بهذا الشكل. أتمنى إنه يكون الشرح سهل ووافي وإنه يعجبكم، وأتمنى أشوف تطبيقاتكم على هذه المفرش. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ومع السلامة.